الله كتاب عظيم لشخص عظيم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. جماعة تلاوات القرآن الكريم جهة الوطن العربية والسيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي الوزير والنائب وشيخ الطريقة الرفاعية هو اختاره من ضمن الكتب، وهو قلت لكم هني يقدم لهم رئيس جماعة تلاوات القرآن يعني عقب عبد المقصود محمد محمود عبد العليم، وهو الأساسي هو كان ولي صالح المرحوم أساسا المرحوم الشيخ عبد المقصود محمد سالم، بس الوالد قلت لكم اختاره ووداني كذا شخصية كويتية ومنهم الله يرحمهم يرحمه صديقه الأستاذ علي المتوفى وانيت بالدسمة، فالوالد كان يوزع منا كراتين. يقول كل ذلك فكر فيه الإمام الحسين وقلب وجوه الرأي، فاستقر عزمه على أن لا يخالف ضميره ولا يخون أمانة المسلمين بمبايعة يزيد، فاتجه عزمه إلى الخروج من المدينة لينجو بحياته وينقذ دينه ويرضي ضميره، وشجعه على هذا الخروج ما استشعره من الخطر على حياته، حيث بعث الوليد في أثر عبد الله بن الزبير 80 فارسا يطلبونه ليردوه إلى المدينة وإن كانوا لم يستطيعوا إرجاعه. لقد أيقن الإمام الحسين عندئذ بأنه عليه السلام بأنه إن لم يبايع فلن يفلت من قبضة أعدائه، وما كان له أن يرضى هذا المصير. من ثم صح عزمه على الخروج من المدينة المنورة وهي أحب البلاد إليه وأثرهم عنده وأدناهم إلى قلبه، ولعله حينئذ تذكر قوله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ولعله كذلك كان يذكر قوله تعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ مسير الإمام الحسين إلى مكة المكرمة. طلع من المدينة، خرج رضي الله عنه من المدينة المنورة مع أهل بيته في ليلة 28 من رجب سنة 60 قاصدا مكة المكرمة، وهو يردد قوله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. سبحان الله الله. ويحدثنا الطبري عن أحد مرافقه قال: خرجنا فلزمنا الطريق الأعظم، فقيل للحسين: لو تنكبت الطريق الأعظم كما فعل ابن الزبير لا يلحقك الطلب. قال: لا أفارق حتى يقضي الله ما هو أحب إليه. قال: فاستقبلنا عبد الله بن مطيع فقال للحسين: جعلت فداك، أين تريد؟ قال: أما الآن فإني أريد مكة، وأما بعدها فإني أستخير الله. قال خار الله لك وجعلنا فداك، فإذا أنت أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة، فإنها بلدة مشؤومة، الله حذرها، وبها قتل أبوك وخذل أخوك، إلزم الحرم فإنك سيد العرب لا يعدل بك والله الحجاز أحدا، وسيتداعى إليك الناس من كل جانب. ولما أشرف سيدنا الحسين على مكة وعينها أخذ يتلو قوله تعالى: ولما توجهت لقاء مدين قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، ثم دخلها وكان أميرها إذاك عمرو بن سعيد بن العاص، الذي قال له الإمام الحسين حين استقبله: إنا جئنا عواذا بالبيت. وهذا القول يدل على أنه رضي الله عنه إنما خرج لينجو بدينه وليحتمي ببيت الله الحرام من مطاردة البغي والعدوان، ولتزود بتقوى الله وتعظيم شاعره حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والإمام الحسين حين يقول ذلك إنما يصدر عن إيمان قوي وعقيدة رشيدة صدق أكيد، فهو الذي لا يعرف الخداع ولا يضمر غير ما يظهر ولا يخشى في الله لومة لائم، فقوله الصدق ونطقه الحق، وكيف لا وهو حفيد أصدق الخلق وخاتم الأنبياء. وإن لم يكن خروجه رضي الله عنه من مدينة مكة طمعا في خلافة أو التماسا اللي جاءوا سعين إلى فتنة، فقد كان رضي الله عنه أزهد الناس وبعدهم عن الفتنة واخشاهم لله، فليست هجرته للدنيا ولكنها خالصة لوجه الله الكريم. هذا قد كان وصوله إلى مكة يوم الثالث من شعبان سنة 60 هجرية، يعني قبل تقريبا هلا والله وعليك السلام سيدي، يعني قبل تقريبا 1380 سنة 1400 الحين احنا 1443 هاي 60 قبل 1380 85 شكرا سيدي مدد.
وهذا ابو يعقوب ناشره وادعوا له، وهذا موقعه، كتاب عظيم لشخص عظيم صلى الله عليه وسلم.